الحقائق ولسن اللقاية ولسن الجذاع ولسن الثنايا ولسن الزمول لمنافسات الأسبوع القادم في السباق المحلي الثالث، حيث سيكون الأسبوع القادم غنيا بالمنافسات لأنه سيحمل سباقا مميزا. سيكون السباق المحلي الثالث في مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية في سياق متصل. ستكون الأيام حيث ستكون منافسات يوم الخميس 27 من هذا الشهر خاصة بالحقائق، بينما منافسات يوم الجمعة ستكون خاصة باللقاية، ومنافسات يوم السبت ستكون محتضنة لتحديات الجذاع، ومنافسات يوم الأحد ستكون في موعد مع الثنايا، والاثنين سوف نختتم سباقنا المحلي الثالث مع الزمول. إذا الأسبوع القادم سيحمل منافسات كل الأسنان وكل الفئات على مدار 5 أيام، لذلك تنوه اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على أن باب التسجيل سيكون مفتوحا بدءا من يوم الأحد القادم وسيستمر إلى يوم الثلاثاء بالتالي. ستكون هناك 3 أيام، يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء، مفتوحة فيها أبواب التسجيل على فترتين صباحية ومسائية لمن أراد المشاركة في الأسبوع القادم الذي سيحمل منافسات السباق المحلي الثالث في مرحلته الأولى وكذلك في مرحلته الثانية. لذلك اللجنة المنظمة لسباقات الهجن تريد أن توصل لكم هذه المعلومة. جاء السباق المحلي الثالث ليحمل المرحلتين نظرا لاقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بكل خير وبركة، وكل عام وأنت بخير. محمد بن مريك، كل عام وأنت بخير، والشوط الجاي عندك، تفضل. وأنت بخير أبو محمد، ومشاهدينا وحضورنا الكريم متواصلين. أيها الأخوة الكرام، مع انطلاقة الشوط السابع للثنايا أبكار من الأشواط العامة، وانطلق هذا الشوط قبل قليل، والمقدمة مباشرة بارودة لعلي بن سالم بن سنيد الدعية، تحت البارودة المركز الأول وتنطلق في هذا المركز. ننتقل إلى المركز الثاني، براقة لعلي بن حمد بوشريدة المري، وتليها في المركز الثالث اللي من الجانب الآخر ورقمها محجوب. ننتقل حالة ما نتعرف على المركز الثالث إلى رابع المراكز، سلهودة لغانم بن منصور آل سيف الخيارين، والمركز الثالث قبل قليل اللي الآن في المركز الرابع هنا هملولة لسعيد بن ناصر الفزيرة المري، ونقلة إلى خامس المراكز حيث تصل المسك لفهد بن سيف البسعيد الخيارين. هذه الخمسة المراكز الأولى مشاهدين الأعزاء على الكادر الأعلى وعبر الهواء مباشرة، وهذه سلهودة وهذه بارودة. بارودة مشاهدين الأعزاء على الكادر الأعلى وعبر الهواء مباشرة، وتقترب بارودة من لوحة انتصاف المسافة. بارودة تعود ملكيتها لعلي بن سالم بن سنيد الدعية مالك بارود، وبارودة من تنطلق في هذا المركز وتنفرد عن أقرب المنافسات والمطاردات و أيضا الملاحقات. المركز الثاني لفهد بن سيف البسعيد الخيارين، أرى التواجد وأرى الشعار مع المسك من تحتل المركز الثاني، وهناك منافسة معها السلهودة لغانم بن منصور سيف الخيارين، وصراع على المركزين الثاني والثالث. وننتقل إلى هذا النداء الأول مشاهدين الأعزاء، فراعة تصل وتنطلق، علي بن راشد بن شابل يصل مع فراعة وتتسلل فراعة لتنتزع رابع المراكز. النقلة والدور دور المركز الخامس عشرة نشبه لفهد بن سيف البسعيد الخيارين، وهذه مشاهدين الأعزاء الخمسة الأسماء المنطلقة والمذاعة الأولى المسموح لها بالنداء والإذاعة. وما زالت بارودة مشاهدين الأعزاء المملوكة لعلي بن سالم بن سنيد الدعية تحتل المركز الأول. يا سلام، الله 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 يا بن سنيد على هذا الانطلاق وعلى هذا التضمير وعلى هذا الأداء الممتاز. بارودة مشاهدين الأعزاء ترقص على أرضية الميدان الرقص الشحاني المعتاد، يا سلام يا بارودة، ولكن المسك في ثاني المراكز، المسك تحتل المركز الثاني، وعين المسك على مقدمة الشوط وتعود ملكيتها لغانم بن سيف لفهد بن سيف الخيارين، تحتل
المركز الثاني وثالث المراكز هنا لغانم بن منصور الخيارين مع بارودة، ووصلت مشاهدينا الأعزاء هنا عند بن شابل من تنطلق في رابع المراكز وتتسلل في هذه اللحظات وانطلاقتها قوية. يا سلام شعار بن شابل فراعة في رابع المراكز لعلي بن راشد بن شابل المركز الخامس بعيد عن سيارة الإذاعة والتعليق، ولكن تحتل نشبة لفهد بن سيف الخيارين. والعودة مشاهدينا الأعزاء إلى الانطلاق القوي من بارودة، أعلنت الانطلاق بارودة وأعلنت المقادرة وأعلنت الطيران ما شاء الله 1200 متر، وبارودة وبدون أوامر فيما أصدر الأوامر لبقية المضمرين، أصدر الأوامر والتعليمات، ولكن بارودة حتى هذه اللحظة لم يصدرها بن سنيد، ويتبقى يعني مسافة يا هناك متسع من الوقت، ما زالت بارودة الكيلومتر الأخير. يا بن سنيد يا سلام يا بارودة، ولها عادة بارودة على الفوز، ولها عادة على الإنجاز كما عودنا. هذا الشعار شعار علي بن سالم بن سليد الدعية، يا سلام شعار بارود وشعار العديد من الهجن الأصايل التي مثلت هذا الشعار يتواجد في هذا الشوط على ظهر بارودة، وهي في المركز الأول، وهي الأقرب للفوز، وهي الأقرب للناموس. خط النهاية يقترب، وبارودة تنطلق إلى خط النهاية وتتسلل وتنطلق في هذا المركز، المركز الثاني لغانم بن منصور سيف الخيارين، ولكن بارودة هي من تحتل المركز الأول 600 متر. خط النهاية يقترب، وبارودة بدون أي منافس على الإطلاق وصلت نشبة في ثالث المراكز، وصلت نشبة لفهد بن سيف الخيارين. يا سلام الله الله الله، ولكن انطلقت بارودة، نشبة قادمة يا بن سيد، نشبة وبارودة، وبارودة هي الأقرب، ونشبة خطيرة في ثاني المراكز، نشبة وبارودة اللحظات الأخيرة الأمتار الحساسة، ماذا تحمل من مفاجآت، ماذا تحمل من أيضا مفاجآت تخفيها الأمتار. نشبة نشبة قادمة، نشبة تتسلل مشاهدينا الأعزاء، نشبة تقترب لانتزاع المركز الأول وتنتزع المركز الأول بالفعل. نشبة لغانم بن منصور الخيارين ايضا، او لفهد بن سيف، لفهد بن سيف الخيارين. يا سلوم يا نشبه، تهانينا تهانينا مع الامتار الاخيره، تهانينا لفهد بن سيف الخيارين على فوز نشبه وانتقاطها وانتزاعها لناموس ولنقطه هذا الشوط. تهانينا وناموس المركز الثاني مذيار، المركز الثاني عنيده حمد بن سهيل بن حفار، المركز الثالث باروده لعلي بن سالم بن سيد الدعيه، المركز الرابع سلهودة لغانم بن منصور الخيارين، المركز الخامس براقة لمسفر بن عبد الله بن سند المسيفري. كانت هذه النتيجة أيها الأخوة الكرام للخمسة مراكز والخمسة أسماء المتقدمة الأولى، شهدنا لحظات وصول نشبة وانتزاعها للمركز الأول، تهانينا لمالكها. قطعت المسافة في 8 دقائق 13 ثانية أربعة أجزاء من الثانية، تهانينا لفهد بن سيف الخيارين على فوز نشبة وتحقيقها للمركز الأول، وكان تخطيط ممتاز من فهد لتقديمه اسمين في هذا الشوط. المركز الثاني مذيار قطعت المسافة في 8 دقائق 14 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك مذيار حمد بن سهيل بن حفار المري. المركز الثالث